في جولتنا الفلسفية عبر دروب فلسفة العلم الحديث، مرينا بقرنين من الزمان تقريبا من المفكرين، العلماء، المدارس والعديد من الأفكار الفلسفية. لكن هناك ثلاث أفكار رئيسية خيمت على رحلتنا: التجريبية empiricism، الطبيعية naturalism، والواقعية العلمية scientific realism. وزي ما شفنا الصور الثلاثة ليها ما ليها وعليها ما عليها، من المؤيدين، الداعمين، المراقبين والناقدين. وكل منها بدأ بطرح ادعاء قوي انها قادرة على طرح تفسير كامل للطبيعة والواقع في مجمله. لكننا لم ندرس امكانية طرح تكاملي ما بين الافكار الثلاثة. ازاي من الممكن وضع تلك النظريات الثلاثة في تكاملية في حين ان بعضها ان لم تكن كلها بتتضارب في كثير من جوانبها مع بعضها البعض؟ المدرسة التجريبية تاريخيا ادعت ان مصدر المعرفة الوحيد عن العالم والوجود هو التجربة. اما المدرسة الطبيعية ادعت ان الامل الوحيد لحل الاشكاليات الفلسفية بما في ذلك المشكلة المعرفية هو من خلال وضعها في اطار علمي طبيعي. اما الواقعية العلمية ادعت ان العلم قادر على وصف هيكل وبنية الواقع بما في ذلك التركيبات الخفية الغير مدركة بالحواس. يا ترى فين المشكلة عند وضع تلك الأفكار الثلاثة في صورة نظرية واحدة لتفسير الواقع؟ في الواقع غالب الإشكالية قابعة في جانب المدرسة التجريبية. زي ما شفنا في حلقة إشكالية المنطق والتجريبية، الإشكالية الكبرى اللي واجهت المدرسة التجريبية هو إن كل محاولات تفسير الواقع فقط من خلال التجربة قبلتها صعوبات وتبعيات كان من الصعب التعامل معها. الصورة التقليدية للمدرسة التجريبية بشكل خاطئ تصورت ان العقل حبيس خلف حجاب الافكار والاحاسيس، ان كانت التجربة الحسية هي كل ما نملك للوصول للواقع. كيف من الممكن اذن ان نكتشف الافكار الخادعة المكونة في عقولنا عن الواقع؟ في اقصى الصور تطرفا من المدرسة التجريبية كان هناك تصور ان اي شيء خارج نطاق التجربة الانسانية غير مطروح بالمرة كمصدر للمعرفة. لكن حتى في الصور الأكثر اعتدالا للمدرسة التجريبية من الصعب تفسير كيف من الممكن أن تدعم المدرسة التجريبية نظرية علمية قائمة على وجود تركيبات أو كائنات غير مدركة من خلال التجربة. وبالتالي الصورة العامة للمدرسة أصبحت إن العلم مهتم فقط بملاحظة الأنماط اللي من الممكن ملاحظتها بالتجربة. ودلوقتي فكر في النظريات والتجارب العلمية اللي تعرضت لها طول حياتك. هل النظريات العلمية هي انعكاس حقيقي للواقع؟ أم إنها منتجات الإبداع الإنساني؟ هل نحن مسؤولون عما نعرفه اليوم؟ أم إن التجربة هي مصدر المعرفة الوحيد؟ يا ترى ما هو سر نجاح العلم كاستراتيجية بحث عن الحقيقة؟ وهل يمكن وصف تلك الاستراتيجية بمعزل عن هيكلها الاجتماعي؟ فكر تاني.